من حوالي أكتر من 2000 سنة كان في حدث تاريخي وديني فريد من نوعه، وهو دخول العيلة المقدسة لمصر. السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار باركوا أرض مصر في رحلة استغرقت حوالي 3.5 سنين. الرحلة دي ابتدت من سيناء، مرت بالدلتا ولغاية ما وصلت لأسيوط. اتنقلوا خلال الرحلة دي في 25 نقطة أو موقع بيمثلوا دلوقتي مسار العائلة المقدسة. صحيح، وزي ما قلتي المسار اللي اتكلمتي عنه تحديداً ده ليه أهمية كبيرة جداً عندنا كمصريين، لأنه تراث ديني مش موجود غير في مصر بس. علشان كده الدولة المصرية اشتغلت على مشروع ضخم لتحديد أماكن رحلة العائلة المقدسة بالضبط، واشتغلت أيضاً على تطوير المسار التاريخي والأماكن اللي نزلت فيها العائلة المقدسة، وعملت ده علشان تحول المسار ده إلى مزار سياحي عالمي يكون مقصد لكل الحجاج المسيحيين من كل دول العالم. بالفعل امبارح في البحيرة تم افتتاح مسار العائلة المقدسة في وادي نطرون، واللي بتضم 4 مواقع: أديرة الإنبا بيشوي والسيدة العذراء والبراموس والقديس أبو مقار. ده غير أن وزارة السياحة والأثار شكلت لجنة قومية، اللجنة دي بتضم خبراء من كل الجهات المعنية عشان يتم إعداد ملفه، وأنه كمان يتبعت لمنظمة اليونسكو عشان نسجل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي. مصطفى، مبارك شعب مصر، وكل سنة وكل المصريين بخير. يديم يا رب عليهم دايما أرض مصر نعمة السلام والأمان. النهاردة هيكون عندنا فقرة هنتكلم فيها بالتفصيل عن رحلة العائلة المقدسة لمصر، وهنتكلم عن أهم النقاط فيها وإيه هي القصص التاريخية والدينية المرتبطة بهذه النقاط، ولفين وصلنا لمشروع إعادة إحياء هذا المسار اللي هو مسار العائلة المقدسة. صباح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. صباح الفل.